السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اسعد الله جميع اوقاتكم وبكل خير. التقيكم على موعد مع الفرحة ومن قاعات الرفاع اللي نشارك معاريسنا في فرحتهم وفي ازواجهم وحضور ربعهم ومشاركتهم لهم والامنيات السعيدة اللي دائما يتلقونها من اخوانهم وربعهم بان الله يبني بيوتهم يرزقهم الذرية الصالحة. مع معرسنا الليلة سعيد بن عبد الله الزعبي المري، نسأل الله أن يبارك له ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير سعيد. مساك الله بالنور، مرحبا بكم أسهر. سعيد مبارك لك في الليلة السعيدة بحضور ربعك وأخوانك اللي جاوا كلهم يشاركون لك، ونبغي كلمتك للحضور. أقول لهم يا مرحبا بهم أسهر، مرحبا بهم أسهر في محلهم. جاءوا كلهم يحملون لك أمنيات بالسعادة والتوفيق والذرية الصالحة، لكن نبغي كلمتك اللي الترحيبية للجميع. يا مرحبا، أقولهم مرحبا بهم مسهلا أداد السير، والله أني صادق، وإن شوفهم أنها شرف ويفرح. هذه طبعا ليلة تعتبر ليلة استثنائية بالنسبة للمعرس. سعيد، عطنا تجهيزك للعرس، عطنا اختياراتك، من اللي وقفوا معك في التجهيز؟ والله الحمد لله، يعني كان كل شيء سهل، كل شيء بالتلفون، وفي يعني فيه محلات مكاتب يعني تقدم لك كل شيء، كل شيء من عن طريقهم. وخدمة مميزة. وخدمة مميزة، نعم نعم، خدمة مميزة، والحمد لله يعني كان شيء بالتلفون وشيء سهل. شو تقول لإخوانك اللي مقبلين على نفس الخطوة وبيدخلون إن شاء الله في القفص الذهبي؟ والله أقول الله يبارك لهم إن شاء الله ويكملون نص دينهم. أسأل الله لكم التوفيق والذرية الصالحة، ونقول لك بكرك صبي يا معرس. الله يجزاك خير، مرحبا بكم أسهر، مرحبا. الله يرحب بك على فضلك. طبعا سمعنا سوالف معرسنا الليلة واقتداء جميع الشباب اللي يتزوجون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واخذهم بعين الاعتبار أن يكون هناك تكوين أسرة سعيدة إن شاء الله في ظل دين يحكم الجميع. والله يحفظكم جميع، ونتمنى للجميع معاريسنا الذرية الصالحة. بارك المعرس اولا، الله يرزقها ان شاء الله الذرية الصالحة، ونرحب بالضيوف الكرام، مرحبا بهم في حفلهم، ونرحب بغناة الريان، مرحبا بكم. نهني اخينا المعرس سيد بن عبد الله الزعبي، ونحث شبابنا على الزواج والمبكر لحفظ عفتهم وشيمتهم، ونشكر حكومتنا الرشيدة على أتاحتها هذه الصالات للمواطنين، وجزاهم الله خير ما قد ولا في الزين. بارك للمعرس أول شيء، ونسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة، ونصيحة للشباب اللي مش متزوجين يسارعون إن شاء الله بالزواج. الزواج فيه تحصين للنفس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فأنصح الشباب وإخوان الشباب كلهم يقدمون على الزواج إن شاء الله. جينا نبارك لأخونا سعيد الزعبي، جاي من الكويت طال عمرك، نشارك اللحظة الجميلة هذه ونبارك له إن شاء الله، الله يرزقه بالذرية الصالحة. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم وبكل خير. نلتقيكم الليلة وعلى العادة على الفرحة وعلى الجمعة وعلى مشاركة معاريسنا ليلة استثنائية، نتمنى لهم فيها السعادة. مع معرسنا الليلة علي بن صالح الأكرف، اللي نسأل الله أنه يبارك له
ويبارك عليه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير يا علي. مرحبا ومسهلا. مرحبا أبو سعيد. مرحبا ومسهلا. الله يرحبك يا علي. حفل وربع وأخوان وليلة تعتبر استثنائية لك كمعرس وداخلهم في القفص الذهبي. أبغى كلمتك الربع كلهم اللي جاءوا وحضروا عرسك الليلة. مرحبا ومسهلا بالجميع، وأشكر قناة الريان أول حاجة على استضافتي، وأشكر كل اللي جاءوا بدون استثناء. الله يبارك لك، والله إن شاء الله يوفقك ويرزقك ذرية صالحة. علي، تجهيزات العرس دائما دائما عيالنا أخواننا ربعنا اللي يعرسون قبل الخطوة الأولى أنه يروح يحجز يقول لا هذه عوائق وهذه بتطول وهذه. إيش لقيت أنت في حجوزاتك في ترتيب عرسك؟ لا والله كانت بسيطة جدا جدا، لكن اللي يقدم إن شاء الله فيها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، الدولة ما قصرت، ما من جميع ما هو يعني وسائل من جهة القاعة أو من جهة ترتيبات العرس كانت بسيطة جدا جدا جدا. يعني لقيت أنت كنت أنت تفكر في شيء أنك ممكن ما تحصله ولقيته؟ صحيح، كنت أتوقع أنها كانت أصعب من كذا، لكن طلعت بسيطة الحمد لله. يعني نقول اللي كانوا يعرسون في خيام وفي البر ولا كان في قاعات. صحيح، هذيك أصعب وكان لها يعني ترتيب وكان من الألف لا الياء. نقول لك بكرك صبية معرس، والله يوفقك ويرزقك ذريها صالحة بصالح. جزاك الله خير يا أبو سعيد، الله لهينك وياك. طبعا هذه سؤال معرسنا الليلة، التفاؤل دائما يكون في بداية أي خطوة أو أي حياة جديدة بيدخلها، دائما يكون الإنسان متفائل. احنا نشوف التفائل ويجي معارسنا كلهم، ونتمنى لهم إن شاء الله المزيد من التفائل، وإن الله يرزقهم الذرية الصالحة ويبني بيوتهم. الله يبارك لولدنا ويبارك للمعاريس اللي مقبلين مثل قباله على هذا الليلة المباركة. أنا أبارك الخالي علي عرسه، وإن شاء الله الذرية الصالحة. في البداية نرحب بك أبو سعيد وقناة الريان، يا مرحبا مسهلا، ومبارك العلي بن صالح الأكرف، والله يرزقه إن شاء الله الذرية الصالحة. أبارك لأبو صالح العرس وأقول له جعل بيت الصيب والنصيب، وأشكركم على حضوركم وتواجدكم وتغطيتكم المستمرة، ونشكر الدولة على إيجاد هذه القاعات، وندعي إخواننا الشباب اللي ما بعد تزوجوا إن شاء الله يقدمون على هالشيء دين وخير، والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أبارك لولدي علي بن صالح الأكرف، أسأل الله إن شاء الله أن الله يوفقه ويوفق إخوانه الثانيين إن شاء الله اللي حوالينا مثله معرسين، وأوصي إخواني الشباب أنهم يحذون ذا الطريق ذا إن شاء الله، أنه طريق خير وثبات واستقرار نفسي، وإن شاء الله أن الله يبارك لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أسعد الله جميع أوقاتكم وبكل خير. نلتقيكم الليلة على الوعد ومن قاعات الضعاين، وقاعات الضعاين اللي تقع في شمال قطر، تخدم شريحة كبيرة من شبابنا اللي مقبلين إن شاء الله على الزواج. الله يديم علينا وعليهم الفرحة ويبني بيوتهم ويرزقهم الذرية الصالحة. خلكم معنا بندخل وبنشوف أجواء العرس من قاعات الضعاين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم الليلة من قاعات الضعاين وعلى موعد مع الفرحة ومع معريسنا اللي سأل الله أنه يبارك لهم ويبارك عليهم ويرزقهم الذرية الصالحة. الله يمسيكم بالخير. نور يا مرحبا. مرحبا محمد شاكر الشمري. عبد المجيد شاكر الشمري. مبارك لكم إخواني هذه الليلة السعيدة لكم، وهذه الخطوة إن شاء الله اللي إن شاء الله أنها تكون من الخطوات الطيبة في افتتاح أسرة إن شاء الله سعيدة. عبد المجيد، نبغيك تكلمنا عن فكرة العرس الجماعي أو الزواج الجماعي، وش الغاية من وراء نجمع الربع مرة واحدة على قولتهم إن شاء الله،
ونشكر ربع الحضور واللي ما حضر معذور إن شاء الله، ربي يوفقهم إن شاء الله وعقبال الجميع إن شاء الله. الله يبارك لكم، احنا مبارك لكم، ذي الليلة السعيدة عليكم. الله يجزاك خير، الله يطول عمرك، مرحبا ومسهلا. أبغي كلمتك لإخوانك اللي حضروا عرسك الليلة كلهم. الله محييهم، واللي ما جاء معذور والحضور الحمد لله، الحمد لله، الله يبيض وجيههم وجهك. وحنا نقول بدورنا الله يبارك لكم، والله يرزقكم الذرية الصالحة، وإن شاء الله تشوفون عيالكم إن شاء الله. الله يجزاك خير، الله يخليك. يا هلا ومرحبا. الله يسلمكم. طبعا هذه سوالف مع عريسنا الليلة، نسأل الله أنه يبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة، طبعا بحضور ربعهم أخوانهم شيبانهم اللي جاءوا كلهم يهنونهم ويباركون لهم في هذه الليلة السعيدة اللي تعتبر من الخطوات الجيدة في حياة كل شاب مقبل إن شاء الله على حياة سعيدة. والله مبارك لها المعاريس عيال الخال محمد وعبد المجيد، ونقول لهم الله يوفقهم، ونرحب بالجميع ويا هلا وبرك الساعات، وأن سعدنا والله بهالزيارة. طبعا مبارك لأخواننا محمد وعبد المجيد أبناء المرحوم شاكر الشمري، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والذرية الصالحة. ندعو لأبناء العمومة بالذرية الصالحة وألف ألف مبروك، كما نشكر جميع الحضور من داخل دولة قطر ومن خارجها، وأهلا وسهلا بكم، ونقول لأبناء العمومة بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير، وألف أهلا شكرا بكم، وشكرا لقناة الريان على هذا اللقاء. ألف 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 مبروك يا محمد شاكر وعبد المجيد شاكر، وعسى الله يوفقكم ويبني بيتكم وعقبال العزوبية جميع إن شاء الله، وبيض الله وجيكم على التغطية الطيبة هذه وما قصرتوا، وصراحة دائم بالمقدمة، وبيض الله وجيكم وما قصرتوا، وعسى الله يوفقكم ومرحبا بكم مسهلة جميع، وتنورونا جميع يا مرحبا بكم. نشكر جميع الحاضرين من داخل دولة الكويت ومن خارج دولة الكويت، وأقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، ونشكر لكم التواجد الدائم في قناة الريان، والله يعطيكم العافية. أبارك المعاريس، والله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة، ونرحب بجميع الضيوف اللي جونا، مرحبا بهم ومسهلا فيهم كلهم. الله يبارك لهم إن شاء الله، يعلى دوم إن شاء الله أفراحهم، ونهنيهم إن شاء الله وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله. الله يوفقهم ويجزاكم خير أنتم بعد اللي أتعبناكم معنا الليلة بهالمناسبة، بمناسبة البنيخي الحمد لله. جيت من داري لداري مسير، جيت من باب المحبة الناسي، الروابط بيننا ما تغير ثابتة مثل الجبال الرواسي، يا سعد جيناك معك الخير والتهاني جات من كل راسي.